صباح الخير سكندري وان، النهاردة ميعادنا مع ليسون 3-4 زي ما احنا شايفين، اللي هو آخر ليسون عندنا في يونت 3 اللي هي اليونت الأولى في الأناليتيك جيومتري. العنوان بتاعنا بتاع الليسون بتاعنا اسمها Applications on Vectors. يعني ايه Applications؟ يعني عايزين نستخدم دراستنا للفيكتورز خلال هذه اليونت اللي احنا كل اللي درسناه، بحيث ان احنا نشوف تطبيقات في الحياة ازاي هنستخدم الفيكتورز جيومتريكالي علشان نقدر نسولف بعض البروبلمز في يعني في تطبيقات مختلفة في حياتنا اليومية. اول ابلكيشن عندنا، اول تايب اوف ابلكيشنز هنستخدم الفيكتورز فيها هي الجيومتريك ابلكيشنز. عايزين نشوف ده معناه ايه. طيب اول حاجه عندنا في الجيومتري ممكن نستخدم الفيكتورز فيها هي موضوع ال two equal vectors، حاجه زي اللي احنا شايفينها. if we know that ab equals k times cd، ده معناه ان الفيكتور ab equal real constant k multiplied by cd. طب ده يعني بالنسبه لنا ايه؟ بس لازم k تكون is not equal a to 0، يعني ممكن k تاخد اي value الريل فاليوز ما عدا ان كي ايكوال 0، يعني ممكن كي تبقى 1، ده معناه ان اي بي ويل بي ايكوال تو سي دي ويل بي تو ايكوفالنت فيكتورز، او اي بي ايكوالز مالتيبل باي سي دي. الحقيقه المعلومه دي المفروض ان انا اكون عارف ان في الحاله دي اي بي اند سي دي ويل بي 1 اوف 2 possibilities، يعني هيبقى في امكانيتين لاي وبي، العلاقه ما بين اي بي اند سي دي هتبقى في two possibilities ليها. البوسيبيليتي الأولانية زي ما احنا شايفين كده، إن طالما AB equals a constant times CD، احنا عارفين إن لازم AB يبقى parallel ل CD، دي اللي احنا عارفينها. بس ممكن الباراليليزم ده يتحقق ب two ways. ال way الأولانية إن كل ال points يبقوا on the same straight line، أي ال four points بتوعي A و B و C و D لو هما on the same straight line carried by the same straight line, this means that AB of course will be parallel to CD. If AB equals KCD, هنا مفيش شرط ان هما يبقوا equal in norm، يعني AB و CD مش equal in norm، في فرق ما بينهم، في ratio ما بينهم. يعني مثلا هنا زي ما احنا شايفين مثلا ممكن AB يبقى double CD، مفيش مشكلة، بس هما parallel برضو direction واحد. طالما two vectors اتحطوا في العلاقة دي، a vector is equal to another vector multiplied by a constant, then the direction is the same. فأول possibility، أول احتمال إن ال four points زي ما احنا شايفين بقى بنقول عليهم the four points are collinear، A B C D are collinear carried by the same straight line. دي geometrical application، يعني دي ممكن أنا لو عايز approve that any points 3 points or 4 points or more 3 or more of course are collinear، هستخدم ان ال points دي بيجمعها straight line واحد، يعني استخدم ال vector بالشكل ال rule اللي احنا شايفينها دي، ان AB equals KCD. This means that A, B and C and D are all collinear, are lying on the same straight line. طيب نفس الـ يعني الـ equation دي AB equal KCD can implies another possibility، يعني كانت تقدر تقول لي إن في احتمالية تانية. إيه هما؟ إن هما parallel برضو but are not carried by the same straight line، are carried by parallel lines. يعني AB الـ two points AB ممكن يبقوا on a straight line which is parallel to the line carrying CD. لازم يبقى كده، لازم يبقى AB line or AB straight line is parallel to CD straight line. يبقى نقدر نفورميليت ال theorem ان هي carried by two parallel lines. If AB again equal KCD, then the AB is carried by a line parallel to the line carrying CD. دول ال two possibilities بتوعنا. If AB equals KCD، يبقى دي لو اي two vectors عندنا بينهم الريليشن دي، لازم نعرف حاجة من الاثنين دول او نقدر نبروف one of the two possibilities اللي قدام.
اوكي، تاني ابلكيشن الحقيقة نستخدم فيها الفيكتورز ان جيومتري هي الحقيقة البروبلمز اللي هي involving quadrilateral shapes. quadrilateral shapes طبعا زي ما احنا عارفين يعني الكوادز اللي هي ال shapes which has four sides. اشهر shape عندنا الحقيقة هو البراليلوجرام. البراليلوجرام طبعا احنا عارفين شكله مشهور جدا بالنسبه لنا ودرسناه قبل كده، اللي احنا هنقوله دلوقتي ما فيهوش حاجه جديده بس بن ريفايز عشان نشوف ازاي هنحل البروبلمز اللي فيها باراليلوجرام فور اكزامبل. طيب الباراليلوجرام هو كوادريلاترال شيب ولكن ليه الحقيقه فور بروبرتيز. فور بروبرتيز معروفين ومشهورين جدا هنقولهم دلوقتي بس علشان نبقى فاهمين انا ايه المطلوب مني بيبقى في الاسئله، ان انا ابروف ان الكوادريلاترال اي بي سي دي باخد البوينتس بتاعته باخد الكوردينتس بتاعته في السؤال، ويبقى مطلوب مني ان انا ابروف ذات اي بي سي دي از ا باراليلوجرام. سو تو بروف ذات اي بي سي دي اور اني كوادريلاترال از ا باراليلوجرام وي بروف اونلي وان اوف ذا فولوينج بروبرتيز. ايه هم البروبرتيز بقى اللي احنا المفروض نكون كلنا عارفينه؟ وان ذات ايتش تو اوبوزيت سايدز ار بارلل. يعني لو جبت مثلا ال اي بي ودي سي فيكتور لازم الاقيهم بارلل فيكتور، ونفس الوقت لازم اعمل بي سي اند اي بي فور ودي اي دي فور اكزامبل لازم يكونوا بارلل. فانا لو عملت بروف ان التو اتش تو يعني انا محتاج اقول ان كل اثنين بارلل اوبوزيت سايدز ار بارلل، ده كافي، ده از سفيشنت تو بروف ذات اي بي سي دي از ا باراليلوجرام. ايه تاني بروبرتي؟ اتش تو اوبوزيت سايدز برضو ار ايكوال. يبقى أنا لو جبت each two opposite sides A, B and D, C لقيتهم equal، ونفس الكلام عملت B, C and A, D لقيتهم equal، ده معناه إن A, B, C, D is a parallelogram. طيب number three الحقيقة وهي أهم واحدة واللي احنا بنستخدمها عشان كده أنا حاطط لكم عليها highlight كده، إن two opposite sides only if I take two opposite sides only like مثلا A, B and D, C احنا شايفينه، لو خدت two opposite sides دول وطلعوا equal in length and parallel at the same time then this is sufficient to prove that this quadrilateral is a parallelogram. يبقى اخد two opposite sides لو طلعوا equal in length وطلعوا parallel ده معناه على طول ان A, B, C, D is a parallelogram. انا هنا ما خدتش each two opposite sides، خدت only one pair of two opposite sides، خدتوا بالكم؟ Number four, the two diagonals bisect each other. يعني ايه bisect؟ يعني AC diagonal and BD diagonal اللي احنا شايفينهم bisect each other in a point. This point is bisecting each diagonal. يعني لو ال point دي هتبقى في النص هنسميها M، يبقى لازم الاقي BM equals MD ولازم الاقي AM equal MC. انما ال two diagonals مش equal. ناخد بالنا two diagonals are not equal زي ما احنا شايفين ولكن they are bisecting each other. الحقيقة دي البروبرتيز الأربعة بتوع الباراليلوجرام proving that one of them is here this means that this shape is a parallelogram. يعني أنا تاني بقول بproof one of the four. يبقى خلاص لو أنا prove only one statement of the four this means that the shape A, B, C, D is a parallelogram. وانا حاطط هايلايت على نمبر 3 لان هي الاسهل في الاستخدام خلال البروبلمز بتاعتي. يبقى انا كده الجزء الاولاني اهو قلنا ان احنا ازاي بنستخدم الفيكتورز، هنشوف ده طبعا في الاكزامبلز دي هتبقى سيبريت سيشن هعملها لكم خلال الاسبوع ده، ان ازاي بنشتغل على المسائل اللي فيها بروف ذات اني شيب از ا باراليلوجرام بنستخدم نمبر 3. تيك كير. طيب ايه تاني ممكن كمان؟ انا ممكن يكبر السؤال ويطلب مني ان انا بروف ذات ا كواد از ا ريكتانجل اور ا رومبس اور ا سكوير. اوكي دول تلات اشكال الحقيقه برضو احنا درسناهم كده عارفين الفرق ما بينهم الريكتانجل والرومبس والسكوير. الريكتانجل او الرومبس او السكوير لازم نكون عارفين ان هم سبيشال كيسز اوف ذا باراليلوجرام. يبقى انا عشان ابروف ان اني شيب از وان اوف ذا 3 ريكتانجل اور رومبس اور سكوير لازم اقوم بتو ستيبس. الستيب الاولانية ان انا بروف ذات ذا كواد از ا باراليلوجرام الاول، يعني هنيوز البوينتس اللي انا ذاكرها هنا في نمبر A، هنستخدم اي بروبرتي اوف ذيم تو بروف الاول ان الشيب از ا باراليلوجرام. طيب ايه السكند ستيب بقى ان انا عايز ابروف ان هو ريكتانجل او رومبس او سكوير؟ هعمل ايه؟ سكند ستيب هروح لكل شكل عارف البروبرتيز بتاعته،
هأثبت one of its properties. يعني for example rectangle we will prove one of the following. عندنا حاجة من الاثنين بيميزوا أو بيخلوا الريكتانجل مميز عن البراليلوجرام. هو parallelogram but has a special case of the parallelogram. إيه هما؟ إن two adjacent sides only any two adjacent sides are perpendicular. يعني مثلا AB and AD يبقوا perpendicular. في الحالة دي يبقى الشيب إذا ريكتانجل. يكفي إن أنا أبروف one. أو ممكن آخد التانية two diagonals are equal in length. في الريكتانجل two diagonals are equal in length. يعني هنلاقي في ريكتانجل ان AC diagonal لازم يكون equal to BD. تمام؟ يبقى ديا لو انا برضو عشان ابروف بقى ان الشيب از ريكتانجل يبقى لازم اعمل اول فيرست ابروف ان الكواد از بريلوجرام زي اللي احنا شايفينه فوق اهم الفور بوينت بروبرتيز دول، ثم ابروف one of the following two properties of the rectangle بقى ان two adjacent sides are perpendicular or two diagonals are equal in length. كده يبقى انا عملت بروف كامل ان الشيب او الكواد ده از ريكتانجل. نفس الكلام في الرومبس. الرومبس الحقيقه ليه انذر تو بروبرتيز، ان التو هتلاقوهم معكوسين تماما مع ريكتانجل. يعني بصوا كده تو ادجيسنت سايدز ار ايكوال ان لينث. الدياجونالز هنا اللي كانوا ايكوال ان لينث في ريكتانجل تلاقوا هنا تو ادجيسنت سايدز هم اللي ايكوال ان لينث. الحقيقه الرومبس كل السايدز بتاعته ار ايكوال. وال two diagonals are perpendicular عكس السايدز في الريكتانجل. شايفين الاثنين معكوسين مع بعض، فسهل جدا نفتكر الرومبس من الريكتانجل والريكتانجل من الرومبس ان في بينهم اوبوزيت، يعني في انعكاس زي ما انتم شايفين. two adjacent sides are equal in length. ده يكفي ان انا اثبت ان الشكل ده رومبس بعد ما اكون اثبت ان هو parallelogram في الاول زي ما اتفقنا. first prove that the quad is a parallelogram. second for the rhombus we prove one of the following two properties. الحقيقه السكوير بقى ده اخر شكل سكوير بيجمع كل الخصائص بتاعه الرومبس والريكتانجل والباراليلوجرام. فبرضه في السكوير لازم فيرست ابروف ذات كواد از باراليلوجرام. بعد ما ابروف ذيس يكفي ان انا بقى هنا ابروف ذات ذا كواد هاز وان اوف ريكتانجل اند وان اوف رومبس بروبرتيز. يعني اخد واحده من الريكتانجل واخد واحده من الرومبس واثبتهم، اعمل بروف ليهم. في الحاله دي هيكون الشكل ده اقدر اقول ان هو سكوير. هنشوف اكزامبلز على ده زي ما اتفقنا في الحقيقة السيشن تانية هتبقى خلال هذا الأسبوع. أوكي، نخش بقى على الفيزيكال أبليكيشن. كده احنا خلصنا الأفكار اللي ممكن هتقابلنا في الأسئلة بتاعة الجيومتريكال أبليكيشن. هناخد بقى الفيزيكال أبليكيشن. دي حاجات انتوا المفروض درستوها أو درستوا أجزاء منها في الفيزيكس فعلا. طيب إيه هي أول حاجة؟ الحقيقة حاجة اسمها resultant force. احنا عارفين إن الفورس في الفيزيكس زي ما بندرس هي يعني physical quantity acting on a body to cause its movement for example. يعني هي بتسبب حركته، يعني it gives its acceleration, it gives the body acceleration to make it move or change its velocity. ده الأساس بتاع أي force في الدنيا. فالforce هي physical quantity acting on a body like an impulse. بنقول عليها كده بتأثر على أي جسم object ممكن يبقى stationary ساكن، يعني velocity بتاعته zero تخليه يتحرك. هي دي الفورس. طيب إيه بقى الموضوع عندنا في الـ analytic geometry؟ إن الفورس is a vector quantity. طبعا الفورس is a vector any force is a vector quantity، يعني quantity which has a magnitude and direction. يبقى على طول نقدر نexpress any force زي ما بنexpress any vector في الدنيا. مش لازم الفيكتور يبقى حاجة ليها length أو يكون اليونت بتاعتها length زي displacement أو كده، لا ممكن تبقى قلنا velocity، ممكن تبقى force، وهي كلها physical quantities called vector physical quantities. فأنا هستخدم الفيكتور مع الفورسز إزاي؟ وهجيب حاجة اسمها resultant forces إزاي؟ ده أو resultant force آسف إزاي؟ هي ده اللي هنشوفه في الابليكيشن ده. باختصار resultant force of some forces acting on an object. يعني عندنا جسم زي ده، فاتخيل ان عندي 3 forces or more زي ما احنا شايفين كده F1 F2 F3 كلهم are acting on the same object. خلاص يبقى الobject ده لو انا عايز اعرف بقى resultant force، يعني ايه resultant؟ يعني مجموع القوة دي كلها في الاخر اللي بيأثر على الجسم ده هي انهي قوة؟ فين الفيكتور بتاع الفورس بتاع resultant؟ عايز one force يريبليس الثري فورسز.
علشان اقدر ادرس دايناميكالي ايه اللي بيحصل للجسم ده. طبعا بعد كده زي ما هتاخدوا ان شاء الله السنين الجايه في الماثيماتكس او في الفيزيكس. تمام، ازاي بعمل ده؟ باختصار هو بيقول بنستخدم الاوبريشن اوف ادينج فيكتورز اللي احنا درسناها في خلال دراستنا في الثري ليسونز السابقين. بنعمل اديشن للفيكتورز، وده احنا طبعا بنعرف نعمله يعني بمنتهى السهوله. ذا ريزلتنت فورس اف will be equals F1 plus F2 plus F3 plus so on. If we have N forces, أي عدد من الفورسز نقدر على طول نطبق الـ addition rule. طيب بنشوف ده الحقيقة في examples في حياتنا. خلينا نشوف كده، نعرض هنا الحقيقة عشان المسائل برضو problems اللي بتيجي بتتكلم على حاجة من الاثنين. طيب بيقول لك for example if we consider the unit vector E in the direction of body motion. طبعا في مسائل بتيجي على جسم بيتحرك in a straight line for example. فلازم نحط حاجة اسمها الـ unit vector E علشان نـ represent each force بتأثر على الجسم. احنا عندنا forces كتير زي ما احنا شايفين، فـ each force must be represented with the direction لأن الماجنتيود لوحده مش كفاية قلنا، فلازم نعرف الـ direction بتاعها. فبنفترض بيبقى suppose أو consider that unit vector E هنسميه كده unit vector، يعني الماجنتيود بتاعه is 1 but ليه direction، بيكون direction بتاعه هو الـ body motion. فتعال نشوف أجسام بتتحرك في التو اكزامبلز الجايين، وهنستخدم ازاي الريزلتنت فورس يعني الريليشن بتاعت الريزلتنت فورس اللي احنا استخدمناها في كل حالة. الحالة الأولانية لو body motion on a rough plane، دي حالة الحقيقة لازم نكون عارفينها ان في حاجة اسمها rough plane، يعني rough يعني بيحصل بسبب الموفمنت friction between the body and the plane، يعني الجسم بيتحرك على plane يعني مستوى، المستوى ده فيه خشونة is rough. لازم يحصل force اسمها الفريكشن فورس. الفريكشن فورس زي ما احنا شايفين بقى في الشكل قصادنا، ادي البادي. فلو الموفمنت بتاعي زي ما انتم شايفين ادي اليونت فيكتور E in direction of movement، يعني في force بنسميها بقى نسميها الامبيتس فورس. الامبيتس فورس دي هدفها انها تعمل movement للجسم للاوبجكت. خلاص في الاكزامبل قدامنا هنا في امبيتس فورس F1 equal 5 نيوتن. نيوتن is the unit of measuring force، وهتلاقوا يونت تانية اسمها الداين، هتعرفوا بس الاسماء دي انما ان شاء الله هتدرسوها في السنين الجاية في الداينامكس. انما عندنا ال F1 equal 5 نيوتن دي الامبيتس فورس اللي هي المفروض هدفها انها تحرك الجسم ده. زي ما انتم شايفين ال direction of motion في الحالة دي لازم يكون ناحية to the right، عشان كده رسمنا E to the right. ف F1 الماجنتيود بتاعها is 5 نيوتن والدايركشن بتاعها is the direction of body motion. طيب at the same time لما احنا بنأثر بقوة اسمها F1 اللي هي الامبيتس فورس، بيحصل بينتج على طول فورس تانية اسمها الفريكشن فورس في الاتجاه العكسي، وبنبقى بليها حسبة معينة بتتحسب. هو بيديها لك ان الفريكشن فورس هنا بنسميها K مثلا equal 3 نيوتن. لازم تكون الفريكشن فورس بس الحاجه الوحيده تكون في الاوبوزيت دايركشن اوف موشن، تبقى عكس اتجاه الحركه، كانها something making resistance to the movement of the body. فبنحسب بقى resultant force في الحاله دي ازاي بمنتهى البساطه. هنقول ان F equal 5E، شايفين هو حط الامبيتس فورس 5 because it is in direction of E، فهي equal 5E كده بقى ده vector representation to the impetus force. بلس هو بيعمل اديشن علشان يشوف ريزلتنت فورس، بس بط السكند فورس اللي هي الفريكشن فورس لازم تتحط بالنيجاتيف ليه؟ لانها it is against or it is opposite to the unit vector E which is the direction of motion. عشان كده لقينا 5E plus minus 3E، كأننا عملنا في الاخر الحقيقه هنا ايه؟ subtraction طبعا because the forces are in two opposite directions. طبعا متخيلين لو كان عندي forces كتير في the, in the same direction هيحصل بينهم addition، ولما بيبقى عندي أكتر من force 2 or 3 forces some of them are in the opposite direction of motion هيحصل لهم subtraction. ده الحقيقة الإكزامبل ده بيفيدنا إزاي نقدر نعمل resultant forces على body moving on a rough plane. طبعا في النهاية لما هنعمل F equals 5E minus 3E هيطلع 2E، ده لازم يكون متفسر عندنا على طول نفهم منه إيه؟ ان resultant force is 2E positive، طلعت positive دي معناها انها in the same direction of motion، يبقى في الاخر الجسم ده فعلا هيتحرك في الاتجاه ناحية الرايت زي ما احنا شايفين ب resultant force equal 2 بقى مش 5، لان ال 5 كلنا منها بالبلدي كده كلنا منها 3.
وفي نفس الوقت الدايركشن انا عرفته، يبقى انا عرفت الماجنتيود اوف ذا ريزلتنت اند دايركشن. ففي الاخر يعني لما بنعمل عمليه الاديشن على الاول فورسز بناخد ريزلتنت فورس، وده في الاخر يدينا النورم او الماجنتيود اوف ذا ريزلتنت فورس وكمان الدايركشن بتاعها. ناخد مثال تاني في الفيرتيكال موشن بقى المره دي، مش هوريزونتال موشن زي اللي قبله. عندي بالشكل ده كده منطاد او باراشوت او اي حاجه، الحقيقه ذا ريزلتنت فورس اللي عليه هنا لازم نحسبها. هو ليه حاجه اسمها الويت في الفيرتيكال موشن، لازم انكلود في حساباتنا الفورس اللي اسمها الويت. الويت از ا فورس، وهي الفورس اوف ذا اتراكشن اوف ذا اير تو ذا بودي. فهي زي ما احنا شايفين كده دايما الويت دبليو بيبقى vertically to down زي ما احنا شايفين، هي equal another unit هنا is used kilogram weight، دي unit for force. فهو بيقول ان الدبليو الويت equal 50 kilogram weight. At the same time في force reaction force to the up، or نقدر نقول مثلا force بتاعت الموتور بتاع المنطاد دون، ال R دين equal to the up زي ما احنا شايفين اتجاهها 30 kilogram weight. فعشان ادرس resultant force زي ما اتفقنا لازم يبقى عندنا unit vector E اهو مرسوم in direction of motion. فهو افترض ان ال direction of motion to down يعني مش to up. يبقى في الحالة دين هيبقى ال W تتحط 50 E وال R تتحط minus 30 E. عشان كده لما هنيجي نعمل resultant هنلاقيها 20E، زي ما احنا شايفين F equal 50E minus أو plus minus 30E equals 20E. يبقى ال resultant force magnitude is 20 kilogram weight with direction to down، زي ما احنا شايفين in direction of motion down not upwards downwards. So direction of the resultant is in the direction of the weight of the body. مهم جدا نعرف في resultant النورم أو الماجنتيود بتاعها و الدايركشن. في السلايد دي بقى كمان على موضوع resultant force هناخد very very important note الحقيقة تيجي في الأسئلة والمسائل كتير. يعني ايه forces in equilibrium؟ يعني ايه كلمة equilibrium؟ equilibrium بالعربي يعني اتزان الجسم، يعني ان مجموعة forces set of forces ممكن تأثر على جسم وفي الآخر الجسم ده ما يتحركش. ده معنى الequilibrium. static something is static. وانتوا غالبا خدتوا ده يعني هتاخدوا ده ان شاء الله اسف في الترم اللي جاي في ثانيه ثانوي. يعني ايه في علم الاستاتيك بقى مش الديناميك، عكس الديناميك. يعني ممكن جروب اوف فورسز تاثر على جسم والريزلتنت بتاعها في الاخر بيبقى ان الجسم ما اتحركش، نو موفمنت. ده الحقيقه نقدر على طول نطلع النوت دي باختصار بتتكتب كما ياتي. A body acted upon by many forces. ممكن يبقى في body عندنا بيأثر عليه مجموعة من القوى F1, F2, F3, Fn. امتى نقول عليه ان equilibrium؟ و equilibrium معناها زي ما قلت لكم no movement. امتى؟ if and only if the resultant of the acting forces equal to zero. يعني لما اعمل addition لكل الفورسز زي ما شفنا في الاكزامبل اللي فات لازم يطلع resultant equal to zero زي ما احنا شايفين تحت. فده معناه ان البادي ده is in equilibrium. يبقى الكلمه دي برضو او الموضوع ده بتاع forces in equilibrium مهم لانه هيجي عندنا في المسائل. اخر الحقيقه application عندي حاجه اسمها relative velocity. يعني ايه relative velocity؟ احنا عارفين ال velocity هي ال rate of change of displacement بتاع البادي. يعني اي جسم عندي بيغير position بتاعه بيعمل displacement بيقطع distance، فليه حاجة اسمها الـ velocity. الـ velocity بتبقى الـ rate of change، rate of time. يعني إيه؟ يعني بعمل division of the change in displacement over change in time، بعرف حاجة اسمها الـ physical quantity اسمها الـ velocity. طيب دي الـ velocity احنا عارفينها، أي جسم في الدنيا ليه velocity is if it change its position with time، صح كده؟ فبنحسب الـ delta displacement، the change in displacement over the change on time، نعرف ال velocity. وال velocity again it is a vector quantity like force برضه، عشان كده نستخدم ال vectors معاها. طيب ما معنى بقى relative velocity؟ هي relative velocity ده physical quantity بنستخدمها لما يبقى عندنا two moving bodies، body A and body B، الاتنين are moving وانا عايز اعرف سرعتهم بالنسبة لبعض. كده اسمها relative. relative in Arabic means النسبة.
فدي معناها السرعة النسبية، يعني مثلا سرعة الجسم B بالنسبة للجسم A، أو سرعة الجسم A بالنسبة للجسم B. بنقولها إزاي بقى؟ هنشوف ده بنقوله إزاي، وده فايدته إيه؟ إن إحنا بنقدر نقول لو الجسمين بيتحركوا B و A بيتحركوا in same direction or opposite direction، هقدر أدرس إن سرعة B بالنسبة لـ A، لأن A is moving also، مش stationary. يعني أنا لما بقول سرعة أي جسم دايما بقول سرعة الجسم B بالنسبة لواحد واقف بيبص على الجسم B، فبيشوف الجسم B مثلا بيتحرك قد إيه. ده لو أنا نقطة A، أنا الأوبزرفر بشوف الجسم B بيعمل displacement قد إيه with time، وأعمل الـ rate of change فأحسب الـ velocity بتاع الجسم B. طب إيه الحال بقى لو أنا كمان بتحرك؟ فأكيد سرعته بالنسبة ليا لو أنا A، فيبقى V of B with respect to A، this is called the relative velocity of B with respect to A، with respect to me، أنا الأوبزرفر هنا بتحرك، فأكيد السرعة تبدو ليا مش هي نفس السرعة وأنا واقف. عشان كده بنجيب حاجة اسمها relative velocity. relative velocity بقى الـ definition بتاعها، if the actual velocity of the body A، we give it notation VA، vector زي ما انتم شايفين في direction معين، and the actual velocity of the body B is VB. actual means السرعة الطبيعية لأي للجسم ده لو أنا قارنته بنقطة ثابتة ما بتتحركش، يبقى ده سرعته الـ actual A وسرعة actual B. then the relative velocity of the body B with respect to body A، خدت بالكم هنا الـ direction مهم قوي، أنا بجيب سرعة مين بالنسبة لمين؟ it is the velocity of the body B with respect to the body A equals، بنجيب it the notation VBA. يبقى لما نشوف النوتيشن دي معناها relative velocity، لأن الـ actual velocity بتاع كل body given بالشكل اللي احنا شايفينه ده، body A بنسميها VA و body B بنسميها VB، يبقى دي سرعة الجسم A وسرعة الجسم B. if يعني ده الـ actual velocity بتاعهم. إنما لو جيت شفت الـ expression VBA، ده معناه إن أنا بقول the relative velocity of B with respect to A. طيب ايه الديفينيشن بقى؟ ان VBA ده بنجيبه ازاي؟ بنقول هو VB minus VA. ناخد بالنا من دايركشن مهم جدا، فانا بعمل VB minus VA مش VA minus VB، لان انا بجيب VB with respect to A، VBA equals VB minus VA، وطبعا العكس صحيح على طول اكيد، ان VAB relative velocity of body A with respect to B، عكست هنا equal VA minus VB. تعالوا نشوف example على الموضوع ده عشان نفهمه. هو كده الرول خلصت، بس عايزين نشوف example. لو خدنا example الاولاني ده، عندنا if we consider that the unit vector E in the direction of motion of the car A، يعني انا دلوقتي عندي car A واضح انها moving with a speed 80 كيلومتر per hour، وخدت ان انا we suppose او we consider that the vector, unit vector E in the direction of A. لازم يبقى عندنا unit vector في مسائل ال forces resultant forces او في مسائل ال relative velocity، علشان هي دي اللي هتحدد ازاي هنعمل ال addition of the vector. لازم يبقى عندي direction، فبنفرض هذا ال direction. انا عندي طبعا زي ما انتم شايفين ال movement هنا in one direction، فيعني الجسمين حتى A body A و body B الاثنين are moving in the same line، فE أو minus E، فمش هتخرج عن كده يعني. أما أنا عندي E بفترض E، فهيبقى two bodies لو moving in the same direction زي ما احنا شايفين. هو الحقيقة إن هو هنا في الإكزامبل ده مديني إن A is moving with 80 كيلومتر per hour and the velocity of car B is moving 60 كيلومتر per hour، and هو هنا بيفترض كمان if the two cars A and B move in the same direction، يعني احنا شايفين هما بيتحركوا in the same direction، then هو عايز يحسب بقى VBA، يعني velocity of B with respect to A. يبقى أنا عندي two velocities VA و VB، فهستخدم على طول الرول VBA equal VB minus VA. but لازم أخد بالي بقى، هو الأول active VA هو 80E و VB عشان moving in the same direction is 60E، مفيش هنا minus لأن الاثنين الحقيقة moving in the same direction of the unit vector بتاعي. فلما اجي احسب استخدم الـ relative velocity rule VB to A، relative velocity of B with respect to A equal VB minus VA اللي هي 60E minus 80E، هتطلع minus 20E. طيب شايفين هنا طلعت minus، ده معناه ايه؟
ده معناه ان الجسم ايه هو اللي بيقرب، هو الاسرع طبعا من الجسم بي، فبيقرب له، فهو حاسس ان الجسم بي بيقرب له retreating which call retreating، كانه بيقرب له، في حين ان الجسم بي actually is moving to the right by 60 كيلومتر بير اور velocity. اوكي but with respect to A ده هو كانه بيتحرك ب 20 كيلومتر بير اور ناحيه A in the opposite direction. فده مهم جدا بنفهم منه الحقيقه ان ال relative velocity بتديني ال velocity with respect to bodies to moving bodies بتبان ازاي. فعلا علشان الجسم A بيتحرك بسرعه اكبر فهو حاسس ان الجسم B بيتحرك ناحيته بسرعه 20، اللي هي الفرق طبعا زي ما احنا شايفين. ولو فضل الموضوع كده طبعا وهو بيقرب له اكيد هيخبطوا في بعض، فلازم طبعا احنا فاهمين ان لازم البادي A يديكريز اتش فيلوستي علشان يحافظ على الاقل على الثبات، يبقى في مسافه ثابته بينه، لازم يخليها 60 مثلا عشان ما يخبطوش في بعض، يبقى 60 ماينس 60 في الحاله دي هيبقى زيرو، يبقى ريلاتيف فيلوستي ان اللي قدامه ده جسم بي ده كانه از نوت موفينج، في الحاله دي على الاقل بيتقي ان هو يخبط فيه يعني. فالحقيقه ليها ابلكيشنز حلوه في الحياه. نشوف الاكزامبل الثاني، لو بس افترضنا في الحاله الثانيه ان البادي او الكار بي از موفينج وذ 60 كيلومتر بات ان ذا اوبوزيت دايركشن تو اي، تعالوا بقى نشوف الحاله هنا بقى هتبقى الريلاتيف فيلوستي اوف بي وذ ريسبكت تو اي هتبقى ايه. اجين هنستخدم الرول في بي اي ايكوالز في بي ماينس VA، VB في الحالة دي minus 60 مش 60، minus 60E لأن الـ direction اتعكس with respect to E زي ما احنا شايفين، minus 80E في الحالة دي هتبقى equal minus 140E، يعني العملية بقت أخطر بكتير، ده سرعة B بقت 140 بدل 60 لأنه جاي عكس الـ direction، فأنا شايفه بيقرب عليا جدا. فبنقول كده the driver of the car A feels that the car B moves in the opposite of its direction with velocity 140 كيلومتر بير اور. خدتوا بالكم من كلمه فيل؟ فيل اهو هنا في الاولانيه فيل ذات ذا كار بي از ريتريتنج ويز فيلوسيتي 20 كيلومتر بير اور، وهنا فيل ذات ذا كار بي از موفينج ان ذا اوبزيت دايركشن ويز فيلوسيتي 140 كيلومتر بير اور. شايفين هو بيتحرك ب 60 فعلا، بس بيكوز اي از موفينج ان ذا اوبزيت دايركشن ويز 80، لما عملنا الريلاتيف فيلوسيتي لما حسبنا الريلاتيف فيلوسيتي لقينا الحقيقه بتتضاعف جدا السرعه وبتكبر جدا السرعه. شكرا جزيلا لكم، ونلتقي ان شاء الله في مجموعه من الـ solved examples حوالين الـ applications on vectors.